في نظري هو الذي يكون الأعور فيه عنه أنت أعور. طب اسمعوا حكاية الأعور أنت أعور فيه. أنا راجل رئيس التحرير بتاعنا لا مؤاخذة أحول. عارفين يعني إيه أحول؟ كده أهو. عينينا خصم بعض يعني. راجل رئيس التحرير ده أول ما يهل الصبح بس، أول ما يهل من على الباب بره. أشوف واحد يقابله يقول له يا سلام يا فندم. يا سلام ولابس نظارة تخن كده راجل رئيس التحرير. يقول له يا سلام على لون عينيك يا فندم. يا سلام وتلاقي الراجل رئيس التحرير ده قد عارفه الكرومبا مالوش طول من عرض ماشي يتدهنج. يقول له يا سلام يا فندم غسان ماشي على الارض وكل ده عشان حته علاوه ما راحت ولا ضحك. امال لما ياخد ترقيه هيقول له ايه؟ ها؟ هيقول له ايه؟ نفسي البنانة والمحترم بنظري هو المدرس بتاعي في المدرسه. طب انا هقول لكم حكايه المدرسين والنهارده اهي في الجرايد وقطعتها عشانكم. تقول المدرس والمسلك الاعلى ادي حكايه المدرسين اهي تاريخ النهارده اهي. المدرسين اللي بتقعد في الفصول عصبه ومتعمده ما تفهمش العيال حاجه. المدرس قاعد يلف صوره بتصوصو. اذا كيف ننظر؟ انا هقول لك كيف تنظر. انظر للدنيا على انها ديب سحلاوي. ديب سحلاوي؟ ايوه ديب سحلاوي. عمركم سمعتوا عن ديب كان ديب زميله؟ طبعا لا. عمركم سمعتوا عن ديب خد ديب بالحضن وبعد ما مش اتكلم من وراه؟ لا. عمركم سمعتوا عن ديب خاف؟ لا. كلكم لازم تبقوا ديابه عشان تعيشوا مع الديابه. اسمعوا كلامي انا خايف عليكم يا اولاد. ايوه ديب. لكن انا بخاف من ديابه. تخاف من ديابه؟ خاف من ديابه عشان انت عيل. انا عن نفسي فانا لا اخاف ولكني لا استطيع. عشان تافه. وانا مش مصدقه اللي بسمعه. متهيألي اني بحلم. تحلمي عشان ما ينصح. خليكي جد. يعني عايز نكذب؟ على قد ما تقدر اكذب يا ابني. وامسح جوه. وامسح براط إذا جالك امسح براط. إيه يعني؟ رياض إيه؟ إيه فيها إيه؟ وعايزة نعمل إيه كمان؟ لعبة البيضة والحجر. يا إخواني الحقيقة أكبر أخطر مما كنا نتصور. الحقيقة فعلا أخطر مما تتصور. الحقيقة فظيعة يا إخواني اسمعوا كلامي. إزاي بس؟ تكذبي مش هيجرى حاجة. وأنا عمري ما قلت للأعور ينفتح. ما تقول يا أخي. وأنا لا أعرف كيف يلعب بالبيضة والحجر. ما تلعب يا أخي وأنت محتاج رياضة تتصلح ما تنفعش. العب رياضة يا أخي. أيوة بس إزاي؟ أنا أقول لكم إزاي. أنا أفهمكم إزاي. نبتدي من الأول خالص.